من التحليلات حول الأداء الحكومي والأداء الرئاسي بالتحديد حول هذه الجائحة، ومن ثم يعني بدأت الأرقام بالانخفاض حتى ديسمبر من العام الماضي، بدأت الأمور بالعودة، وخصوصا يعني بعد الاحتفالات والبلاد المفتوحة والسياحة وما إلى ذلك. وبالتالي يعني ما تحدثوا عنه، لم يحدث عندكم إغلاق بالمعنى إطلاقا؟ أبدا أبدا، البرازيل لم تعش إغلاقا ولا مرة، حتى في عز جائحة كورونا لم تعش إغلاقا. هناك بعض البلديات أقفلت لأيام محدودة جدا، ولكن سرعان ما اعتبرت أن هذا القرار هو قرار غير شعبي وفتحت البلاد. وكان الرئيس بولسونارو واضحا جدا في هذا الأمر، قال إن البرازيل لا تحتمل الإقفال على الإطلاق، وعلى من يعني يعيش خطورة مرض كورونا، أي بمعنى العجائز أو أصحاب الأمراض المستعصية، هم الوحيدين هم الذين يجب أن ينتبهوا أو يجلسوا في بيوتهم، أما باقي الناس عليها المواجهة. وكان صريح جدا في هذا الأمر. بالتالي بعد ديسمبر الآن، ويعني حركة البلاد الطبيعية جدا، تخيل يعني أن كل دول العالم تطلب فحص بي سي آر عند دخول الدولة من قبل الأجانب الآتين إليها، إلا البرازيل لم تطلب أبدا فحوصات بي سي آر إلى كل القادمين إن كانوا برازيليين أو أجانب. بالتالي البرازيل كانت تتعاطى مع هذه الجائحة كأمر واقع، وهذا ما عادت إليه السياسات الآن، وخصوصا مع ارتفاع الحالات بشكل واضح في البرازيل. عدنا الآن إلى 50,000 حالة يوميا، وعدنا يومية. إلى 1,100 نعم، وعدنا إلى 1,200 ضحية يوميا، يعني حالات وفاة. المعدل اليومي منذ يناير هو عبارة عن 1,050 حالة وفاة يوميا، ونحن نعرف أن بعض الولايات الفقيرة